نتكلم عن ناشئين الحقيقه. كابتن خالد بيبو، انت كنت اتكلمت امبارح عن تعاقد الاهلي مع مدير فني جديد هيتولى المسؤوليه الفنيه لقطاع الناشئين. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين الحقيقه هيجتمع النهارده مع كل الاجهزه الفنيه الجديده للقطاع قبل ما يبتدوا بقى يتولوا مهام عملهم بشكل رسمي. يمكن كابتن خالد كان خد موافقه مجلس الاداره طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق باختياراته لمدربي القطاع الجدد، منهم كابتن معتز اين وكابتن احمد رؤوف، دول هيتولوا مسؤوليه فريق البراعم. كابتن ياسر رضوان هيتولوا، كابتن ياسر رضوان اعتقد من النجوم اللي شاركوا في مباراه روما بيتهيألي، يعني هو وكابتن عماره هيتولى مسؤوليه فريق 2001. كابتن محمد شرف هيتولى مسؤوليه 2003. كابتن شريف عبد الفضيل فريق 2005. سيد غريب لفريق 2006. حسين شكري 2009. ياسر محمدين 2007. عمرو انور فريق الشباب تحت 21. واسامه زكي في هيتولى مسؤوليه فريق 2010. كان في اجتماع الحقيقه الكابتن محمود الخطيب امبارح كمان فيما يتعلق بنفس القطاع، قطاع الناشئين، مع تشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني الجديد اللي تولى مسؤوليه قطاع الناشئين في الاهلي، المسؤوليه الفنيه، في حضور لجنه التخطيط للكره، وفي حضور ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين عشان يتفقوا على استراتيجيه الشغل او المنهج اللي هيشتغل بيه المدير الفني التشيكي، وهيتم الاتفاق على كل الامور الخاصه بمساله تطوير القطاع ومناقشه احتياجاته على كافه المستويات. هي متحمسه جدا لبروكيتش ده يا احمد من السي في، هو عنده سي في محترم جدا خصوصا في مجال الناشئين وتنميه القطاع دي، واعتقد ممكن يطلع لنا فعلا ناشئين يدعموا الفريق الاول. نتمنى ده، محتاجين ده الفتره اللي جايه، نتمنى ده. نروح لحسام البدري بقى المدير.